سادة في الدواج نهار تقدم لينا دابا غادي ندوزو كما كنقولوا للعرضه الثانيه تاع البنت اللي قلت لكم انها كانت طبيبه ودابا عندها الخطبه ديالها. هادو بغاو بسطيله ديال الحوت ومعها الروتي بلي فيغين والخضره ديالو سوطي وداكشي. المهم ان شاء الله نصوروا حاجه بحاجه ان شاء الله. بالنسبه للبسطيله ديال الحوت كاع السيدات كيعرفوا البسطيله وكل شيء ولا تبارك الله كيتخنا كل شيء ولا واحد قالت عندنا ما شاء الله. غير غنتقاسم معكم البسطيله ديالي حيت كيطلبوها الناس هاد البسطيله حيت ملي كياكلوها تقول لك لا عندي فيها شي حاجه مختلفه. هي اي وحده كتقول لا انا راه احسن من وحده هو راه ماشي انا احسن من فلانه ولا فلانه احسن مني في الخدمه. غير هذاك الشخص اللي غادي ياكل ملي كيذوق كل واحد كيذوق الذوق ديالو الذوق ديالو كما كنقولوا فهمتي. يعني هاد بالنسبه لهاد هاد البسطيله ديالي انا كنخدم بالميرنو كنجيبها هكذا يعني كنحيد لها غير الراس ديالها كنوجد واحد البويو هاد الراس ديالها ما كيتلاحش كندير به واحد البويو واحد المرق مرق ايه اللي هو ها هو فيه الروس تاع هذوك ميرنا راه برد شويه باش حيت خاصو يكون برد شويه. فيه خيزو خيزو فيه البورو البورو فيه ربطه ديال المعدنوس فيه العرق ديال الكرافس ورقه سيدنا موسى وشويه الملح شويه ديال الملح صافي. يعني هذا المرق هذا هو فاش غنطيب الميرنا ديالي في الفران صافي. هانتوما معايا يعني طريقه عندك مختلفه. نقول لك كيفاش حتى لقيتها ماشي شي حاجه ولكن انا الهام جاني جربت صدقات. دابا هاد الميرنا ملي كنت كنجيبها الا درتها فيلي ملي كندخلها للفران بالماريناد كتفرتت ليا ما كيبقاش عندها ما تبقاش باينه في البسطيله وتسرمولا قلتي ليا كتمشي وكتبخر يعني كتلصق في الطاوه ديالها. ملي درناها الطريقه كولي خليناها صحيحه كنستفوها في الطاوه ديالنا كنكبوا على داك البويون كامل كندخلوها للفران. ملي كطيب كتخرج كنحيدوا ليها هذوك ديالها الداخل وهاد القشره كيبقى دوك الحيمات بيضين عاد كنلصقيو بالمارينات ديالها. كتخليها انت حتى الاخر حتى الاخر واخا حنا نشوفوا الطريقه انتما تشوفوا ان شاء الله والعمل على مصدق ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه ضروري الميرنا ولا يقدروا يديروا حوت اخر؟ البسطيله ديال الحوت تبقى اختياريه يعني اي حوت بيض ماشي مشكل ماشي مشكل. كل واحد انت الفرخ ما تتبغيش الفرخ انا مؤخرا وليت ملي كيبدا يتكال الناس كيعجبهم يعني تيقول تلقى له طروف اكبر ولكن انا ملي دقته تلقى فيه فحال الماء فحال معجن ما بقاش مابقيتيش كتبغي ديري مابقاش كيعجبني. ولكن الناس راه يديروا اي حوت بيض بغاو اي حوت اي حوت القرب اي حوت. المهم انت دابا مؤخرا كتعتمدي غير على الميرنا شحال يحتاجوا في بسطيله واحده كبيره؟ بسطيله واحده كبيره انا كندير 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو ديال 4 كيلو ديال الميرنا ديال الميرنا حيت ملي كنحيد ليها الراس وهذا انا كتبقى عندي ديك جوج ونص حتى ثلاثه ما كتبقاش بزاف. فهمتيني ولا لا؟ بالاخص الا كانت هكذا مويان يعني ماشي فحال كبيره كبيره فعلا موافقة. يعني كنحيدوا ليها الراس وهذا 4 كيلو كيتلقص واحد الكيلو غير تاع لي شوز ديال وكندير كيلو ديال الكالامار. انا كنخدم بالكالامار ماشي سيبيا يعني ما كتبغيش سيبيا؟ لا ما كنبغيهاش يعني الحاجه اللي ما كتعجبنيش ما كنخدمش بها فحال الناس كاملين. وكندير كيلو ديال الكروفيت كيلو منقي ولا كيلو منقي يعني راه جوج كيلو جوج كيلو جوج كيلو جوج كيلو هنا شحال عندنا حنا في المجموع من انا هنايا هنا خديت 16 كيلو عندك أربعة دابا ديال أربعة ديال البساطل هي 16 كيلو خدينا هنايا وهنايا خدينا 4 كيلو وهنا راه 8 بقات 4 بقات 4 يستحسن أن السيدة تجيبوا علدة للدار وتنقيه باش هذوك الخشور ديالهم غنديروا بهم داك المرق حتى هوايا هو اللي غنديروا به الشعرية واخا أولا تقول لي خليهم لها كاع اللي ما ولاو تا هما تيعرفوا كيخليوه لك تقول لي خليو غير يستحسن راك عارفه البلاصه فين كيخدموا على حساب السيده ملي خدات اييه فهمتيني عندك لا. صح في هذه القضيه. المهم واش انا خاسره 4000 ريال ما نضيعش نص ساعه في التنقيه معليش صافي فهمتيني ولا لا يستحسن
تجيبوا النقير راسه وديجا تجيبوا فحال دابا يا تجيبوا في الصباح وحتى العشيه وتستعملوا نقيه وديروا هذاك البيو غير هو حاجه بالنسبه للبيو اللي تحيد القشور ما تقولش غنخليو ترسالي ونشعل عليهم ديك الساعه دغيا هو كيدير الريحه تري سونسيبل يعني غير تتاخذوا ديروا يغلي نيشان ديروا يغليو نيشان فوق البوطه صافي ان شاء الله اولا تقول لا هذا المرق ديالو غنخليه حتى لغدا ونخدمه انا كنقول لهم هاد لي زاستيس باش ما يوقعوش فيهم المشاكل فهمتي لا ملي كيبات بلا ثلاجه الغد اللي كيعطي الريحه فهمتي اولا تاخذ المرق ديالو دير فيه الشعريه وتقول لها راه الحال بارد غنخليها محطوطه حتى لغدا والخدمه غتسمح لها الشعريه فيها الريحه يعني من ضمن المحافظه هي الثلاجه الثلاجه ضروري الثلاجه ضروري في هاد المرحله صافي ان شاء الله حتى لي طبختي كنستف فيها ميرنا ديالي سبحان الله راه فين ما كنصور الثلاثه الحوت كل واحد عنده الطريقه ديالو واو مختلفه كنقول لهم في الاخر كتولي بسطيله وي المهم كلشي عزيز عليه الثلاثه الحوت وهذه هي اللي مطلوبه اكثر شنو الحوايج اللي كيطلبوا لك لي بلا اللي كيطلبوا لك بزاف الاكثريه كاع البسطيله ديال الحوت عندي مطلوبه والدجاج مشوي في الفران الدجاج مشوي واللحم اللي قلت لك بلا مؤخرا وليت كنخدمه بزاف اللحم يعني ميم هكا طابله اولا جوج كيبغيو هذاك اللحم دابا شي كيقول هادشي واللي كلا في شي بلاصه تيقول لك بغيت هذاك اللحم اللي درتيه بديك الطريقه اللي طيب هو ماشي في الفران فهمتي بحال كيبقى داك الشيء ديالو لداخل هو فعلا كيجي لذيذ ايوا عرفتي شنو دابا كلشي غيكتب في الكومنتات بغينا اجي لنا الصداع دابا بغينا اللحم اللي قالت عليه كيجي زوين كيجي انا علاش ديما كنسول شنو الحاجه اللي مطلوبه اكثر كنعرفها هي اللي سبحان الله تتكون فيها شي حاجه مميزه الناس كيطلبوها ايوا تبارك الله الله يبارك فيك تشوفوا شنو تهز لينا كل شيء حيدي هادو عادي سيرو نديرو الطبقه اخرى نحاول اللي صغار نحيدو باش نديرو في الطبق بوحدهم باش يطيب ليا كل شيء في خطره مره واحده صافي دابا استفتوه ايه استفناه دابا هذه الطاوه الاولى مريم راه كتصوف الطاوه الثانيه بالنسبه للمرق ديالنا ها هو ما نحاول ما نديروش سخون يعني تخليه يبرد يكون واخا يكون دافي ماشي مشكل المهم ما يكونش سخون ما يكونش سخون صافي كندلهز في المرق ديالي هذا راه منكهات طبيعيه منسمات لا كنور لا لا والو لا لا غيتخاصموا معايا صحاب كنور انت بهذه الطريقه راه بحال حتى كيتبخر هذاك الماء كيغلي كيغلي بحال كتبخر كندخلها غير واحد ربع ساعه صافي ونخرجها صافي كنديروها في الفران الفران تاع الغاز العادي ديالنا ها هو ديال القلب لا ديال القلب كنطيب فيه بحال مثلا تتكون عندي جوج طبالي ما كنحتاجش نمشي على برا كطيب كطيب فيه كلشي كدير ندير فيه جوج بساطل في خطره وحده يطيب وحده الفوق وحده لتحت صافي وكنبقى خديجه اللي كتقابل الفران سبيسياليست ثلاثه ثلاثه كنديرو هنا وهنا وكنديرو عاود في الفوق صافي الحمد لله ان شاء الله غتاخدي قلتي حتى البروفيسيونيل الكبير يجي ان شاء الله ان شاء الله اللي كلشي هنايا واه اللهم دعواتكم الله ييسر لك الله يبارك فيك اللاطة الثانية تاهي نديرو ليها نفس الطريقة نفس الطريقة مزيان الانسان كيحاول يطور يعني يستثمر يطور في المشروع طبيعة الحال مابقاش محدود طبيعة الحال مادام الواحد في هاد في اي مهنة ماشي غير في الطبخ اي مهنة يستغل الوقت ديالو يعرف راسو انه راه كيضيع وقت من عمره كيضيع وقت من حياته كيضيع وقت من عائلته ما كيعطيهاش الوقت ديالها الكافي مادام خارج يطور الذات ديالو يطور المشروع ديالو بزاف الناس ما نيت عيات مخليين وليداتهم وداكشي ما فيها باس
حتى داك الخدام اللي عنده ما يحسبوش انه خدام. كيتناقش معاه في بزاف د الحوايج. ربما مثلا خديجه ولا ملي تقول شي كلمه انا غادي تفيدني في البروجي ديالي فهمتي كتخليهم يعني قراب منك تيكون قراب باش يكونوا على صوره واضحه في كل شيء. لا ما شاء الله عليكم دايراهم بحال يد وحده تبارك الله ما شاء الله وتفاهم زوين هذاك الشيء اللي الله يسهل لكم يعني. دابا باش غادي نربحوا الوقت حتى بالنسبه للسيدات اللي عندهم غير الفران واحد وعندهم هكا الكثره اش كنديروا الفران هذا راه عنده جوج حاجات عطيني الفوطه هادي حيت عالي غنديروها الفوق واخا غنديروها هنا واخا باش يولي عندكم جوج طبقات حيت ديجا دابا الفران تاع الكاز اللي ما عارفينش انه هنايا العافيه تتكون الفوق اكثر من التحت اكثر من التحت بحال الشكل ديال مثلا في الصونه اولا في الحمام في صونه ديما كنعطي هذا المثال باش كتدخل للمراه الصونه قد ما كتعطي في الدرجات كتلقاي ديك الحراره الفوق فعلا بالنسبه لهنا البساط شي مره غادي نطيبوها هنا وتكون معنا يعني ملي كنديروها هنا الفوق كتحمر الى الفوق اكثر ما كتحمر هنا مع ان راه طافي واحد موحد صافي ونخليوها واحد ربع ساعة راها كافية للطياب ديالها. صح الله يسر. يا ربي دابا غادي ندوزو للشامبينيون ديالنا هو الأول غادي نصوبوه. بالنسبة للشامبينيون كنخدم شامبينيون طري وشامبينيون نواغ. صافي الشامبينيون طري بالنسبة للبسطيلة وحدة كنحتاج ليها رابعة. رابعة. بالنسبة للسيدات ما تستعبوش أن هاد الشامبينيون راه غالي. يعني رابعه واخا يكون واصل حتى 60 درهم رابعه راه 15 درهم باغ كونتخ الا شريتي حك راه تقريبا نفس الثمن نفس الثمن وهذا لا علاقه هذا مذاق كيعطي بحال المدخن فاش حاجه مدخنه هانتوما بالنسبه للنقيه كيسولوا عليها الناس كيفاش كنقيو كتكون عنده واحد القشره رقيقه شفتوا ها هي كنحيدها كتحيدي لي داك الشاب اللي كحل وكتصفي بزاف كيبغي يغسلو هو راه ما تيتغسلش لا ما كيتغسلش هادي هادي من عند الله دايرها لا بروتيج ديالها سبحان الله سبحان الله بحال كتقشري في التفاح شفتي واي سيده ما عندهاش الخاطر بلا ما تدخل الكوزينه تبدا ساعه اخرى هذه كنقولها تيجي عندها الخاطر تقول بخاطرها حتى الماكله كتطلع فعلا فعلا الماكله كتطلع كلشي كيطلع صافي نقسمها على جوج اللي عندها فاش كت راه ولاو غير فحال هادو الثمن رخيص 15 درهم ولا هذا دوزها فيها هكا رقيق شفتوا كيجي رقيق يعني كتكون عندنا الكثره كنقلبوا على الحاجه اللي غتسهل علينا سهل عليكم ما يهبش الشمال ديالها ولكن غير اللي تسهل علينا العمل ديالها اللي ما عندهاش راه سي نورمال غادي تاخذ هكا بوس قطعه رقيقه قطعه رقيقه ها هما انت اللي كتصوف بحال الموس باهي تبارك الله عليك يعطيك الصحه الله يبارك فيك هذا يعني رقيقه تبارك الله عليك هذه واعره الصبيعات واحد الصبع مسكره ولا جيتي فانيه حيت انا فايته دايرها لي خايبه يا الله كتكون عندها واحد الراس دابا هذه نخاف نعطيها اي بنت هي كتخدم وانا خايفه لا ما كنقول نخدم راسي حيت كاينه هذيك اليد ديالها غيمشي عرفتي هذاك اللي كتشد كديرها وجيلي بهذوك الجديدات كتشد هنايا ما تبارك الله عليك دابا غتوجدي الشرموله ان شاء الله الشرموله الحوت ديالنا اللي دخلنا في الطاوه هانتوما غير كنبيكي هكا يخرج لي هاد الميها صافي راه طاب كتعني انه حيت الا خليته كثر غتنشف ليا غتجي واقفه غتجي شاحفه صافي كنخرجو كتخرجو وتخليه يبرد عاد غادي كنخليه يبرد تماما حيت الا بديت الحيد فيه هكا غيتفرتت ليا كثر وكثر صافي خرجي خديجه اختي شوفي هذوك اللي غلطت انا في الطابو صافي نعاونك غادي نخرج انا صبري لا
بالنسبه للكالامار ديالي كان انايا كنفضل انني نديرو في الكوكو وكنسد عليه واحد ربع ساعه حتى تولد ساعه كنديرو هاد المشاكل الاغلبيه قاصح قاصح وواخا تخلي ديك الدقيقه ولا جوج اللي كنا كنديرو مؤخرا غير هذيك جوج دقائق ما كيجي قاصح فهمتي يا اما كيجي قاصح يا اما السيبيور كنولي نلقاو فيها مشاكل غير كديرها جوج دقائق كتشتت كتولي عجينه وحده اللهم كنفضل هذه الطريقه جربتها جاتني مزيانه صافي نتمنى الناس يجربوها ويقولوا لنا صافي علاش كنقولوا حنا الحليفي بقى يجرب حيت نتوما كتعاملوا بزاف مع السيمبيا والكلام يعني عارفين اش كاين القضيه اللي قلت لكم ديال البويه يعني يبقى في الثلاجه يعني في هذيك كتخبيه ضروري شو ها نتوما جبتو من الثلاجه البويون ديالي البيو ماشي ديال الكروفيت اللي درت فيها الروس ديال طيبت فيه الميرنو ديال الميرنو البيون ديال الفاس كنديرو اللي بقى ليا كنعاود نديرو في الثلاجه المهم يعني ما كتخليهش برا حيت هاد الحوت راه سونسيبل راه شي فحال التربيه باش يلاه تخرج بواحد النتيجه نتيجه مزيانه فعلا وبانك تعطي للناس الماكله خاصك تعطي بشي حاجه مزيانه فحال راسك فعلا راه الصحه تما راه بزاف د الحوايج بصح اللي يحشمنا وصافي امين يا رب هنا هذا شنو غنزيد عليه حيت كلشي من السم ما يحتاج حتى حاجه الا الزيت باش ما يطلقش ليا ديك الكشكوشه كدير لي الزيت باش ما يطلقش لك الكشكوشه ما يطلقش ليا الكشكوشه تقريبا واحد نص كاس تاع الزيت صافي وكنسد عليه ربع ساعة تيصفر ولا قبل ما يصفر؟ لا ملي يبدا يصفر نحسب ربع ساعة عافية مهيلة واخا عافية مهيلة سدي خصي هادي لا اختي الطوال اسعاد باش هذا كتسناوه يبرد باش يبرد باش صافي غدير لي الصفاره ابوطه ديال القلب ابوطه ديال القلب تبارك الله عليها روبست ما شاء الله يعني تما كنجرات عند الحاس كنشعل جوج كوري ونحطها تحطيها عليها تدجع عندها هذا تقال تقال كبيره تبارك الله والله يكمل بالخير يا رب صافي كنت ميلا بالنسبه للشعليه ديالنا انا كل بسطيله كندير فيها جوج جوج هادو زعما 200 غرام 200 غرام جوج بجوج بهم باش كتجي كبيره اشنو كدال هي لتحت النص ديالها كيدال لتحت وكندير الحوت ديال الكلامه ديال الخفه ديالي انا ندير واحد الرشه خفيفه من الفوق كنقول لها ما تكون عندي الشعليه بالزايد اللي غتكفي ليا واخا تشيط فيها مريض ماشي فحال ملي ندير فيها الحوت والشعليه وتجيني هابطه وتجيني كتبقى مضر داك الحوت مع الشعريه مضر مع الشعريه ديالي صافي هنا عندي داك البيو تاع الكروفيت راه حيت عندي كميه كبيره كبيره 8 كيلو كندير يعني فيها يعني خديتو القشور ديال الكروفيت ودرتهم وغليناهم الكروفيت غير بوحدو راه مغلي يعني ما غاديش يحتاج انني نسلو طارق الريحه هذا هو حيت جديد صافي كنخليها واحد جوج دقائق صافي وكنهزها جوج دقائق راه كافيه انت ما كديريش ديال الرز ما كنديرش تاع الرز انا كتبان ليا ملي كتصوب كتجي غليظه هذا هو لاحظت بزاف فوقاش كيبغيو يخدموا ديال الرز فهمتي يعني كتجي غليظه وكتجي حتى الناس كتبقى تبان لهم بحال غير الشعريه كاينه غير الشعريه هذه بحال شويه خفيفه ما كتخبرش هذيك ديال الغليظه ديال الرز اللي كتبغاو مثلا معاها لي زيبيناغ لي فرماج الحوت فهمتي تتكون بصومو كنديرها هي القاعده التحتانيه ما كتخلطش ليا مع الحوت هكذاك فلا باز هي التحت هذا كنبدا ندير في الطبقات ديالي باش ملي كتقطع كتبقى لي هي بيضه لتحت شاده راسها فهمتك صافي هذه هي تبارك الله عليك الله يبارك فيك ندوزو الماغيناد ديالنا ماغيناد واحد غادي نجمعوه يعني غناخد طاوه غندير فيها ماغيناد كثيره ماغيناد غادي نحتاجو الكروفيت غنحتاجو الكالامار غنحتاجو الحوت اللي عندي في الفران الداخل يعني اللي خرج من الفران وعاد هو اللي غادي اللي غيبقى ليا غادي نسب به الشعريه ديالي الشعريه حتى هي واخا يلا
كنديروا الربيع تقريبا زلافه. نقولوا المقادير ديال وحده ديال وحده هي إيه. زلافه صغيره زلافه ديال الفلو ديال الربيع صغيره اييه عطيهم لعبا ما يتلفوش. كندير نص كاس ديال الحامض معلقه كبيره ديال عطريه الحوت الحمراء بالنسبه للوحده كندير معلقه كبيره ديال عطريه الحوت الحمراء يعني ربعه غادي ندير ربعه المعالق الحمراء كتقصدي ماشي ديك البيضه ديال البسطيله كاين هذه الحمراء ديال الحوت ديال الحوت ديال الحوت انا كتعجبني في ريحتها مجهده على البيضه واخا البيضه كنخدمها بزاف في الهنام في البريوات بالكل تكون اولا شي طبق بغيت الشعريه تبقى لي بيضه اللون ديالها ابيض كنخدم بالبيضه اما حنا المغاربه ضروري كنبغيو اللون اللون ياه الا درناها غتقولك راه حطيتها مسلوقه وي ومنين كتاخديها انت العطريه هذه وكان الاكل اللي كناخذ مع فاروق ياك فاروق الجماعه كنوجهوا ليه تحيه تحيه السي فاروق كندير البزار كندير معلقه كبيره ديال الكمون الهريسه انا ديما كنقولها سوا في لي كور ديالي سوا في اللي كيجيو يتعلموا سوا في لي كور سبيسيال ديال تريتور تنقول لهم الملحه والهريسه حسب الذوق كاين اللي كي عنده دراري صغار كاين اللي عنده ناس كبار ما كيبغيوش الحار مي ملي كتكون المناسبه كنخدموه متوازن مع اللي كياكل الحار ومع اللي ما كياكلش الحار كلشي يدوز ليه كلشي يدوز ليه وضروري ما نقويش من الاول غير وندوق واي سيده كتخدم مع شي حد في الدار ما تديش على الذوق ديالها هي تعطي الوحده ولا جوج يذوقوا عاد تعرف باش توازن بيناتهم الا قالت لي وحده حار وحده هو هذاك تجي وسطهم تجي وسطهم فهمتي مزيان هاد القضيه ونيت بحال دابا الحاجه ناقصه حاره غيقدر واحد يزيد ماشي بحال القضيه مفوته كندير الثومه بالنسبه للبسطيله عندي كركوبه كل بسطيله فيها كركوبه ديال الثومه كركوبه وحده ديال الثومه كركوبه وحده تاع الثومه كندير الصوجه راه معروفه هذه ثقيله هذه ما ثقيله ما خفيفه بينو بين بسطيله وحده شحال غيديروا؟ غيديروا ربع كاس ربع كاس ثقيله الا كانت خفيفه نص كاس نص كاس بعد مرة السيده كتكون عندها الخفيفه وانا قلت ثقيله غتمشي تشريها ما كاينلاش غير الدوبل مثلا في الوصفه قلنا معلقه ثقيله كنديروا نص معلقه كنديروا جوج معالق جوج معالق كنديروا نص كاس تاع لي زويتخ في الوحده شفتي علاش كنحلها كامله اي باش تجيك سهله في لابطه تجي سهله الزويت خنيت كتكون ثقيله كتكون ثقيله اليوكمان كندير منه كاس كاس ربما الناس تجيهم انا اللي خدمت بلي صوص بزاف قويت عليهم انا كنقولها اي سيده في دارها تخدم داكشي اللي عندها ماشي ضروري ماشي بضروري فهمتي مثلا نسم عندي غير الصوجه ندير منها انا نمشي معاها حتى الكاس وغتعطيني تقريبا نفس النتيجه نفس المذاق فهمتي ما عنديش مثلا تاع لي زويتخ نهز شويه من داك البويو تاع الكلامار ونديرو هنا نسم به فهمتي نهز شويه عاوتاني من البويون ديال هادو ديال اللي فيه خيزو فيه الكرافت فيه هذا ونسم به يعني ماشي ضروري يعني انا كنقولها اي سيده ناجحه بداك الشيء اللي عندها في البلاكار والثلاجه واخا البلاكار والثلاجه حيت اي بيت مغربي عندنا المنسمات ها الزعترها اليازيرها فعلا نيت بزاف الناس ماشي غير حيت ما عندهمش كيخافوا من هاد المواد ما تيبغيوش كاين اللي ما تيبغيوش واللي غتخدم غير هذيك المره غتخدم مثلا غير لدارها ولادها ماشي عيب انها تجرب فهمتي تجرب اللي كان وغادي تشوف ملي غتذوق غتشوف الملاحظات ماشي غير انا مثلا راجلي ولا خويا عاقب عليا ان هذه راه خايبه ولا مالحه ولا هذا ما بقاش نطيب لا نحاول نبدع ندير احسن منها حتى نخرج في هذاك
المذاق اللي بغيت. هذه الهريسه ديال البسطيله راه كتباع، كتكون مزيته كتكون مزيته، كتعطي حتى هي واحد المذاق زوين. غير انا ما كنقوش منها حيت حاره بزاف، حاره بزاف ليا. انا ما كنديرش الملحه هنا كاع مره، انا لي صوص راه تبارك الله ما شاء الله. نعم اختي. واخا بالنسبه ربما يبان لكم هذا الصوص، هذا فكرت فيه فيه صوص، فيه صوص هذا السمك. هذا شنو كنديروا؟ ما كنديروش مع المارينات، هذا كنديروا في الشعريه. كديري بالشعريه؟ حيت الشعريه واخا نضل البزر عليها كتبقى شويه شعريه كتبقى شعريه. هذه كن ملي كنصفيها ونقطعها صغيره كندهنها بها، ما كندهنهاش بالزيت، كندهنها بهذا. هذا الزيت ماشي الزيت ولكن الصوص، صوص دو بواسون. المهم كتخليها انت حتى الاخر، ماشي بالضروره هاد الماركه. اي ماركه، اي ماركه تكون الصوص تاع ديال الحوت تاع السمك تكون خفيفه هكا اللون ديالها هكا صافي. غنزيد هنا شويه التحميره نسيتها. من بعد نعطيك المقادير مطبوطين الى ديال وحده. كندير جوج كيسان ديال الزيت حيت الزيت خاصني اللي غادي يكفيني في كل شيء. جوج كيسان هذه اللي كتقصدي كل شيء، اما الوحده شحال يديروا ديال الزيت؟ نص كاس، كاس ما عامرش، كاس ما عامرش، كاس ما عامرش. كنخلطهم هادو كاملين مزيان حتى يبقاو ديال الكويرات ديال التحميره ديال اللي شفتو. كنحل ديك الثومه كنحس بها القماش مزيان. مزيان. كاين شي حاجه كتكون بسيطه وراه هي في نفس الوقت حيت حنا من كيف ما قلتي من التجربه باش عرفنا هذا الشيء. كنا كنهزو هكا ونديرو تتبان لنا الكرات ديال التحميره. صافي دابا غتبداي تستعمليها في كاع. لا باقي غادي نزيد عندي. دابا ملي دخلت ليا كامله خديت واحد جوج فلفلات حمرين طحنتهم مزيان بحال دايره مطيشه الحك. وهي فلفله حيت كاين اللي كيديرها فلفله مقطعه وهذا. انا كنفضل انها تكون تعطيني المذاق وهي ما بيناش، ما بيناش. الا كانت مقطعه كتولي بحال المالح ديال رمضان. اييه ياكل لا. وكاين الناس كتقول كيتجيهم عيب تكون البسطيله ديال الحوت فيها الفلفله، كتجي بحال تاع الدار بحال عاديه ماشي ديال العراضه وديال المناسبه. هكا مطحونه غتعطي المذاق غتعطي المذاق واللون حتى هوايا. صافي دابا المارينات عندي موجود واجده. واجده غتبقى لي الملح والهريسه مع انا كنخدم وانا كنضوق وانت كتضوقي الضوق قالتي. واخا صافي صافي. البنات اللي غادي يصفيو الشعريه ويقطعوها رقيقه. دابا غادي ندوزو للحشوه ديالنا ديال الشامبينيون اللي هي اللي غادي نديرو فيها الشعريه ديالنا. واخا دابا غادي ندوزو للمارينات ديال الشعريه ديالنا اللي راه قطعوها البنات. عندنا الطنجره عاوتاني ديال النحاس. النحاس ضروري. النحاس هذا كنفضلو بزاف في الخدمه ديالي صراحه، هو احسن حاجه يزيد المنه بلاص ما تزيدي لي قامه غديري النحاس. سمحوا لي نشعل غير البوطه. هذه واقيلا ديال 6 8 دجاجات ياك. كي 6 اولا الدجاجه كنمشي للفران. هذه فاش كنديروا الدغميره ديالها كتجي زوينه، كتجي الدغميره بحال راها طيبه في الدجاج. كنقص دائما كنقولها عافيه مهيله دائما. غادي ندير الزيت والزبده. واخا الزيت العاديه العاديه. تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال الزبده. كاس وحده راه كندير تقريبا كاس ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده. ديال الزبده.
عطيني سباتولا نزيد شويه حتى تذوب لي الزبده. غير تذوب الزبده ديالي كندير البصله هي الاولى. البصله هي الاولى كل واحد واشنو الطريقه باش كيرتاح. انا كنرتاح في البصله ما كتجينيش مجهده ثم داق. ربما الا درت شي حاجه اخرى من غير ديك الاسماء حيت كل واحد كيفاش كيخدم هذيك الحاجه اللي كيدير كتعطي اللوغو اكثر من البصله بحال كتلبي لي هذيك المرق ديالي وفي نفس الوقت ما كتعطيش داك المذاق المجهد اللي غادي كندير البصله اللي قطعت هنا درت ربعه البصلات يعني البصيله كندير فيها وحده بصله كبيره هنايا ربعه البصلات. انا اول بصيله تعلمتها اللي كنت كنديرها وكنت تاركتها معاهم بحال هادي حتى هي فيها البصله. كانت علمتها لي واحد السيده. انا البصله اللي كندير دابا هادي اللي شفتو يعني البصله المتداوله عندنا في الدار يعني كانت من قديمة. وتا انا هاد السيده نقول لك دابا شي 15 ولا 16 عام بحال هكا. انا ملي عقلت خديت اول وصفه خديتها ديال البسطيله كانت البسطيله يعني بقات معتمده يعني حضرت ليكو وحضرت الدورات التكوينيه قريت ولكن كنبقى في الاصل ديالي هي اللي عجباتك. كنقول الا خرجت منها غادي تخربق. اللهم خليني في هي البسطيله بقى كتعطي ديك التعليكه زوينه. المهم كل واحد يجرب ويرتاح في الحاجه اللي كتبان ليه هو مزيان. انا كنقولها كل واحد يجتهد كتبقى مساله الاجتهاد وصافي. نخليوها شويه تهبط واخا صافي عاد نكملوا الوصفه عاد نكملوا معاك ديالنا. ها انتم شفتوا ولات مذهبه يعني ديك الزبده اللي خلاتها هكا ياك. غنزيد عليها الشوبينيو اللي قطعناه قبيله تشحري دابا مع البصله غير تلبس ليا كامل بالبصله غادي نزيدو شوبينيون ما دا كاين دابا ولا كيبغي غير باش يبان في البسطيله كحال كاين. نعم هو المذاق شويه الشامبينيون نوار. كاين اللي قالك ولا كيبغي هذاك اللون كحال كاين في البسطيله حيت شوفي الا جينا نشوفو حاجه كتكمل حاجه اذا لقيتي شي حاجه ما كانتش عندك كتبان بلاصتها بحال بحال ما كاينش. ملي كتلقى الشامبينيون نوار واخا كتعوديه بالربيع ولا تعاودي شي حاجه ما كيبان بحال كيبقى بلاصتو. ما هو هذا صراحه مخير. انا كنفضل هذا وكنفضل حاجه طبيعيه يعني بعد شويه من الكونسير وهذا بركه حيت كناخذو في حوايج اخرى ما يمكنش كلشي نديرهم فيهم. انتم شفتوا ها كيتبدل ليه اللون ديالو غنزيد عليه النوار. بالنسبه للبسطيله كيف ما قلت البسطيله وحده هاد الشوبينو حتى هو كدير في ديك الزلافه الصغيره بحال ديال الصغيره. وبالطبع راه نواغ راه مرطبينو في مرطبينو بالنسبه الناس راه حيت كيتفرجوا كاين اللي كيكون لا كاين اللي يلاه بادي راه كتفرج كاين اللي كتكون يلاه باديه غتقول لك واه الشوبينو كندير ليه الشوبينو تيكون قاصح اييه كنديرو في المطيب نكبو عليه في الزلافه ولا في الطاوه ديال الحديد نكبو عليه المطيب ونخليوه غادي يبان لك انه كبر تنفخ كنصفيو وكنعاود نغسلو من بعد باش نحيد منو داك الشيء ديال الروس ديالو صافي وكنعصرو مزيان وكنقطعو. عندي القطاعه راها ولات نزوزو فيها ما عنديش قراده ديال الربيع كتقردو ونقرد بها. دابا انت كيجيو عندك بنات ما عمرها ما دارت يدها في الطياب ياك كتعلميها كلشي كاين اللي يلاه تخطبات تجي علاش تخطبات باش تمشي عاد وغتسكن مع عكوسه خاصها تعرف تادي حامضه اجيو شي يعني كيكون النيفو طايح فعلا تيكونوا ما كيعرفوا والو ما كيعرفوش ولكن انا كنبغي هاد المهنه هادي كنبغيها اللي جا عندي شاف اللي كنخدمها عن حب تا هو كيبغيها
كتوصلي ليه داك ما يمكنش شي وحده تجي عندي وما تبلش حتى هي باغا توصل لهذا الشيء اللي وليت كندير عليه. وراه كتبان غير الانسان كيطيب وهو فرحان وضحك وما كارهش المهنه. كتقول تما راه وصداع وفي لا لا لا, لا بالعكس. عرفتي شي مرات تكون عندنا هكايا مؤخرا كنت خدمت واحد العرس فيه 18 طابله. قلت لك صافي عرفتي شنو دوز هذا العرس غادي نحبسو واحد السيمانه ما غنجاوبش على التليفون باش ترتاحي. غير كملنا خلصنا الخدمه خلصنا كل شيء قلت لك كذا شي خدمه حرام. ايوا مزيان العرس الكبير تيكون فيه تماره ياك. بطبيعه الحال بطبيعه الحال صافي كنخليو شويه. بالنسبه للشعريه ديالي ها هي راه حنا خدات اللون ديال الكروفيت ديال تنقولوا الصومو كروفيت الغوز الغوز شفتوا هو هذا. غادي السعاد دير لي اختي هذاك الصوص ديال الحوت دهنيها به. اللي قلتي لنا كدهنيها غندهنوها هانتوما واخا درنا ليها الماء طيب يعني ما معجنا ما والو شفتوا. وخلطي بيديك كنحاول ندخلو كامل وكنشوف داك لاصوص. كنشوف الا باقا ناشفه كنعاود نزيد لاصوص زيديها. صافي انا غنبقى فاهمه. سبحان الله كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيبان لنا داك الشعريه. المهم خاصها تبان لنا. صافي هنا غتبقاي تحركي تي تتحب. صافي غادي نزيد الماغينات ديالي. هذه الرئيسيه اللي حضرتها. هذه انا شفتو لي ديال جوج مغارف ولكن ملي غنحرك الا شفتها انها لاصوص ناقصه كنزيد كتزيدي. يعني الانسان يطيب وهو حاضر. راه كل وحده راها شاف كوزينتها بلا قرايه. ياك كتقول لك عشان التلميذه ديالك كتاكد ياك وتبارك الله راه هادو راه سيدات اللي معاك راه ماشي بنات باقيين. انا صحابي باقيين ساعات تبارك الله يعني تانتوما راه في ديوركم وكطيبوا دائما وكتستافدوا دائما ملي كتجيو هنا. صافي هانتوما شفتوا اللون ديالها انها واخده ليا مذاق. طلق الريحه زوينه. في هذه المرحله كنذوق شويه وكنشوف نزيد واش نزيد الملحه ولا نزيد الهريسه حيت ما ننساش هذا خصو يكون مالح زيد في الملوحه وزيد في الحراره على حساب هذه راها مصوصه غتمشي معاه باش يلاه نخرج داك المذاق. المذاق هو بعد ما صحح الذوق ديالي زدت الهريسه وزدت الملحه دابا غادي نزيد الشعريه ديالي. مريم انا اللي خصي الشعريه هنا كندير بشويه بشويه ولا كنحرك باش تدخل معاها. مزيان باش كتدخل معاها باش كتدخل بشويه بشويه بحال غنقسمها على ثلاثه هذه حتى عندي كثيره نقسمها ثلاثه الدفعات. صافي غتبقاي هكذا حتى غادي تكمل. صافي تنكمل كلشي وديك الساعه نطلق نشوفو ان شاء الله. الشعريه ديالي ها هي كيف ما شفتو انها انسجمات تلقمات خدات اللون ديالها اللي بغيت ماشي لون مغلوق ماشي بارد يعني تعجب العين. مو هذاك السيد الا عجبت العين تعجب الذوق وان شاء الله ان شاء الله. الريحه زوينه تبارك الله يعطيك صحتك. ما انت ما كتشحريها ما والو صافي. لا صافي صافي طفيتي عليها. هاد السخونيه ديال الطنجره راه كافيه كافيه حيت مازال غتدخل الفران طيب ثاني. واخا بالنسبه للكروفيت ديالي ها هو اللي عندي منقيت كندير ليه المارينات ديالو حتى هو من هادي اللي صوبت اللي صوبناها الاساسيه. كنخلطوها به كامل حتى مريم. وهذا الكالامر حتى هو نفس الشيء اللي تسلق هو
بهذه الطريقه ما ما كيجي لا قاص حلوان. لا 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 هانتوما شوفوا يعني ها هو ها. اه طيب ها بيدي ها ايوا منا نقرا نشطولي راسو دقيقه جوج حطي المكانه لا واحد جمالو ورا والو درت ليه جوعتي دابا المشكل كيقولوا لي واخا درنا ليه دقيقه جوج قاصح اه يعني هذه لما هكا شتا هكا ويدار ليه شابليغ اولا دقيق اولا سميده رقيقه ويتقلى كيجي زوين كيجي زوين كيجي زوين اه كنخليو يشرب هذا سير خليو يشرب هاد الماغيناد اللي بقى عندي هو اللي ملي غنقي الماء ديالي غنسقيها به كامل اللي بقى صافي صافي وغنبسط على ديالي كامل واخا ما شاء الله سهله يعني طريقه عندك بسيطه طريقه سهله بسيطه دابا حتى هو ما غيتشحرش لا قمرون لا لا هذا هذا حيت انا ما غادي نبغي حتى الغدا وغادي نخاف غنرجعوا للمساله ديال الخوف والمساله ديال الصحه حيت هذا راه غير الحيمه راه غير شي حاجه تديرو هذا غنخليه يترقد شويه ياخذ يعني الماكسيموم تاع التنسيمه ديالو وغادي ندير الزيت في المقله يعني بحال دابا هذا غندير له جوج كيسان وغادي ندير عافيه مجهده انتما تشوفوا معايا عافيه مجهده على مقله اولا طنجره حتى كتسخن عاد كرميه غير ندي ونجيب ونطفي هذا ما كانوش دقيق يعني غير ندي ونجيب باش باش ما يصغرش ليا وباش يبقى داكشي ديالو لداخل ما يقصحش ليا وفي نفس الوقت بروتيجيتو الغد ليه يصبح ليا مزيان واخا صافي ان شاء الله حيت هادشي راه عندك في الغداء يعني هادشي في الغداء ما يقدرش الواحد يحضر يعني باش يربح شويه الوقت باش يربح شويه الوقت وصافي حيت دابا مثلا هادو مازال موالين البسطيله الحلوه قالوا لنا بغيناه مع الجوج مي هادو اه باقي تال لا هادو واخا تيقولوا لي مثلا ثلاثه ولا اربعه ما كنعرفوا لا غدا ولا عشاء يقدروا يجروا لنا حتى 8 9 ولات عندنا هذه بدات تكون العشيه وعاد الناس اللي جايين عند العروسه يعني جايين من التطوان يقدروا يتعطلوا ان شاء الله المهم امين وياكلوا البسطيله على خير دابا يعني الطباخه خصها تكون فليكسيبل تعرف كيفاش تقادم ماشي تجي تقول لا حق راه باقي عندي البسطيله كنديروا فيها هكا كديري كما هو ولكن اللي كتخدم هذيك الساعه دخلها للفطار تمشي للمولات صافي اها يعني اي وحده تجي هادشي الله يسر غادي ندوزو للروتي ديالنا بالنسبه للروتي كان الجزار عارف كيفاش كيصوبوا يعني واخا تبغي تصوبيه في الدار باغي يخرج بهاد بهاد الطريقه هادي هو كيتصوب ماشي ما كيتصوبش ولكن باش تكون عندك الكثره كنقصوا علينا شويه الخدمه عندي في القناه الطريقه ديالي صوت لهم في القناه الطريقه ديالي كيفاش مي مي كيكونوا بزاف الطبالي كنفضلوا ان يكون العوين باش تعطي اكثر عندي الكثره وتيكونوا الطبالي بزاف كنفضلوا ان نقصوا شويه ديال نقصوا شويه الخدمه شوية هو راه ساهل كيكون الغداوة هو متعود على واحد الحاجه راه كيديرها بطبيعه الحال كنحتاجوا انا غنعطيكم المقادير ديال طرف واحد يعني باش غنخرجوا بلا فهمتوا ولا لا ديك الساعه كل وحده وتبقى تذوب المقادير ديالها واخا غادي ناخذ كاس ديال الكريمه ديال الطبخ طبخ غادي نخدم بصوص نيوكمان اللي ديال الحوت غنخدم بها هنا منها غادي نطلق واحد الملوحه حيت ما غاديش فيه هو الملحه مي في العوض اللي الحواله درت لهم الحامض هذا كنديرو كنسو بصوص نيوكمان ما يعطيش مذاق الحوت لا ما كيعطيهاش لا كيعطيهاش حيت ديجا هو الشيء كيكون غليظ فهمتي لا يعني غير هاد الفوقانيه باش كتجيني من السما وعلاش ما بغيتش نخدم الماريناد المشعله ديال اللحم القزبر الكمون ما خدمش عليها على قبل غنخدموا بلا صوص بلوش من الفوق صوص شوبينيون كداك فهمتي يعني ماشي مشوي واخا غندير معلقه صغيره ديال البزار معلقه صغيره ديال الثومه معلقه صغيره ديال التحميره صافي وكنخلط
كيف ما قلت هذا هو التحميره اللي شتي اللي كتبقى كويرات كنحاول نحلها وكنزيد معلقه كبيره ديال الصوجا الصوجا في الاول كنخلط هكا التحميره باش تبان ليا لي دات الصوجا كيتغلق ليا اللون كيبقاوش يبقاو يبانوا الحبيبات زعما معلقه كبيره شفتوا اللون كيفاش كيولي صافي كندهن به الروتي ديالي غير الروتي خاصني خاصو طيبو بالليل كنت نطيبو في الدار كنطيبو بالليل خاصو على الاقل واحد ساعتين هو مغطي ويبات حتى الغد ليه ملي القلب نحط الغداء عاد نقطعو ونجمع في بابي وندخلو عاوتاني للفران يسخن منها يكمل السخينه ديالو منها يكمل الطيبه ديالو حيت بزاف تاع السيدات كيلقاو مشكل ملي كيطيب كيبغيو يقطعو ديك الساعه كيبدا يتفرتت أه. اولا كيبقاو دوك الحبيبات تاع الموس ما كيجيش مسبوك هذه لقيت لك الكلمه صح يعني الحيله ديالو انهم دابا واش المره الاولى غيطيب نص طيبه اولا طيبه نص كنت باغاه بالليل كنت باغاه بالليل كنطيبو على الصباح ويبقى حتى العشيه عاد نقطعو واش يطيب ولا نص طيبه لا يعني مثلا طيب الله روب ها يخلي تخلي واحد الربيع هو اللي فاش كيتقطع يسخنو باش ما ينشفش باش ما يجيش ناشف تتقولي لنا ان شاء الله الوقت بحال دابا في الدار شحال الوقت شنو هو يعني الوقت اللي غطيبو دابا في الفران ديال في الدار عادي عندها فران ديال الغاز عادي شحال تخليه يطيب هذا غادي تخليه ساعتين وهو مغطي ساعتين هو مغطي عاد تعريه وتخليه واحد الساعه خاصو ثلاثه سوايع على حسب الكيلويات عاوتاني اللي في الكل يلا ديك الساعه الاخرى اللي كتبقى تاع تسخان وتكمل الطياب ديالك بحال حيت في الزلقه كيبقى اربعه سوايع يعني ثلاثه سوايع وساعه الا ديتي لبرا على برا صافي نصور معكم واحد كيفاش كنديروا ليه واخا كندير ليه البابي تزمت مزيان عاد ندير لي بابي الومنيوم نزمتو مزيان راه كتكتب لالا مريم ما تفلت والو خدامه كتكتب في الدرس بحالك في البصله والمهم هذا غتصيفطوا ولا غطيبوا هنايا عندكم؟ نعم غتصيفطوا لا غيمشيو مع الحواله حيت غاديين غيمشيو للفران كلشي إلا تكافوا مع الخدمه اللي كاينه حيت عندنا المالح عندنا بزاف بلاطوات الحلوه عندنا العصير عندنا عندها السيده المولات هاد الروتي بغات بوفي يعني بوفي ديال دي تركب الخواتم اولا داكشي اللي جابوا لها هو كتصاوبو بوحدو تيكون بوحدو تيكون فيه غير التمر لي ماكارون فهمتي ولا لا يعني كاينه شويه الخدمه باقا شويه الخدمه دابا هنا حيت كتسمى طابله كومبلي واخداها انت بكلشي ديالها اش اللي ولا دابا معتمد يعني ماشي غير الطياب يعني تكلفوا بكلشي وضروري كتقترحي عليهم شي حاجه تكون مميزه بها هو هاد الطابل تاع البيفي اللي ولينا كنديرو غدا تشوفوه معنا ان شاء الله هادشي راه الجديد ولا فيه داكشي اللي كاين صافي هكا وكندخلوه الفران كنديرو في الطاوله وندخلوه الفران